نعم، هنا في شمال قطاع غزة رأينا منذ صباح اليوم بعض الغارات على منطقة الشمال. الآن نرى مثلا هذا الدخان، سترونه في عدسة الكاميرا، يتصاعد من وسط بيت حانون. هذه غارة قبل قليل، نسمع بين الحين والآخر أيضا أصوات انفجارات في هذه المنطقة. في أكثر من بؤرة هنالك أيضا أثار الدخان تتصاعد من منطقة بيت حانون. نذكر بأنه مساء أمس كان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن إتمام عملياته في منطقة بيت حانون. ماذا يعني إتمام العمليات؟ بمعنى أن القوات متواجدة هناك، احتلت المنطقة وأيضا مشطتها بمفهوم أنها انتهت من تدمير الأنفاق وإيجاد الذخائر. ولكن كما ترون هذه أعمدة الدخان المتصاعدة، هذا يعني بأن الجيش ما زال يعمل في هذه المنطقة. منطقة بيت حانون ليست من أشد المعاقل مقاومة لجيش الاحتلال كما في معاقل أخرى لحماس، نخص بالذكر منها الشجاعية وجباليا وأيضا خان يونس، ولكن مع ذلك نرى بأن العمليات مستمرة والقتال مستمر في شمال قطاع غزة. فقط صباح اليوم كان هنالك إعلان عن مقتل جنديين إسرائيليين كانوا قد قتلوا في جنوب قطاع غزة، بمعنى أنه على الأرجح في منطقة خان يونس، ولكن أيضا إصابتان خطيرتان كان قد أعلن عنهما الجيش أيضا في شمال قطاع غزة. هذا يعني بأن القتال أيضا مستمر في مناطق الشمال. أيضا يعني لهذا الحديث هنالك تأكيد أيضا من المصادر الإسرائيلية، كما سمعنا بالأمس في الاستوديوهات التحليلية في التلفزة الإسرائيلية يقولون بأن إتمام العمليات وإنهائها في منطقة بيت حانون لا يعني بأنه ليس هنالك قتال، بمعنى أنه طوال الوقت هنالك خلايا لحركة حماس تصل إلى تلك المنطقة وتحاول أن تستهدف الجنود، خاصة بقذائف الياسين، قذائف RPG وأيضا مضادات للدروع. بالأمس رأينا هذه العملية التي أعلن عنها القسام وأصدر فيها أيضا مقطع فيديو نشاهد عبره كيف تم استهداف جيب هامر تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة RPG. هذا يعني بأن المقاومة مستمرة أيضا في منطقة بيت حانون. هذا الحدث تحديدا كان في بيت حانون، وبالطبع التأكيد الإسرائيلي أيضا جاء بعد ذلك عن مقتل جندي في حادث شبيه بالضبط لما وصفته كتائب القسام بقذيفة RPG على جيب من نوع هامر. وهذا أيضا يعني نرى بأن استهداف الجيب وأمامه الآليات العسكرية كان خيارا لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لأن عمليا الدبابات الإسرائيلية مجهزة بأمر تقني يمكنه أن يمنع أو يسقط القذائف المضادة للدروع، وهو ما يسمى معطف الريح. وبالتالي كان هنالك استهداف لجيب هامر وهو غير مجهز بهذه التقنيات من أجل حماية المركبة من صواريخ مضادة للدروع التي تطلقها حماس على المركبات الإسرائيلية. هنالك أيضا القتال مستمر أيضا في جباليا وأيضا في منطقة الشجاعية، وأيضا أصوات القذيفة المدفعية تضرب بشكل كبير تلك المناطق، وبالطبع القتال في منطقة خان يونس مستمر. بالأمس كنا قد شهدنا كل هذه التحركات السياسية للضغط على إسرائيل بإنهاء التوغل العسكري المكثف كما يسمى إسرائيليا وأمريكيا، من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التحركات البرية تكون مركزة أكثر. أيضا شهدنا بعض التحركات لتجهيز معسكرات إسرائيلية في الجهة الشرقية لقطاع غزة، خاصة في منطقة الشمال شمال قطاع غزة، من أجل ربما التجهز لوجستيا للانتقال من المرحلة الثانية كما تعرفها إسرائيل أو تصنفها إلى المرحلة الثالثة التي ستكون أقل كثافة من حيث القتال والتوغل البري. إيمان جبور مراسلة الغد من غلاف غزة، شكرا جزيلا لك.